يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يصلي سنة المغرب ثم دخل رجل آخر خلفه ليصلي المغرب أو العشاء، ليصلي المغرب. رجل يصلي سنة المغرب ثم دخل رجل آخر خلفه ليصلي صلاة المغرب، فهل يجهر المتنفل بالقراءة؟ نعم، صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة حتى لو ما دخل معها أحد، يستحب أنه يجهر بالقراءة حتى لو ما دخل معها أحد. نعم.